الخزنة، مسابقة للعباقرة فقط. يا مساء الخيرات والليرات، كل التحيات الجميلة لكم مستمعينا، أكيد كل التحيات الحلوة والحماسية، ودائما الدولارات في الخزنة. الخزنة كل يوم سبت وثلاثاء أكيد معكم دائما بعد الساعة الرابعة عصرا، دائما وحصريا على راديو الغد. جاوبتوا على السؤال اليوم ولا لا؟ شو كان سؤال اليوم حسام؟ هو شو أكتر كواكب المجموعة الشمسية حرارة؟ لا سهل السؤال، لا تقلي سهل السؤال. أوكي، فيكن مستمعينا تبعتونا قد ما بدكن إجابات عن طريق تطبيق راديو الغد، وفيكن تبعتوا أكتر من مرة بالرسالة، وأكيد فيكن كمان تبعتوا لحتى يزيد فرصكم الربح، بعتوا اسم الخزنة، اسمكن ثلاثي والإجابة، لحتى نقلكن ألف ألف مبروك، 10,000 دينار عراقي على الموبايل. وأكيد الآن حان وقت الخزنات. حسام بالإخراج، مايكروفون جورج غرام، اتصلوا فينا على هذه الأرقام. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد، اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-111-5 أسيسيل 0772-888-111-5 وعبر الفايبر والواتساب 0773-777-33-7 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. شو صارت الأمور جاهزة عندك حسام؟ عظيم حسام عم يقول لي يا أبو جريج الاتصالات صارت جاهزة وأكيد الإجابات بتوقع إن شاء الله تكون جاهزة. معنا اتصال أول، ياس مساء الخير. ألو، شو أخبارك يا الياس؟ إن شاء الله بخير تمام؟ والله الحمد لله. أهلا بالعزيز والغالي، يلا الياس سمعنا قديه في معه بالخزنة. يا الله، وهسه الخزنة بيها يا حسام 100 دولار. يلا الياس والستوب. جغرافيا. لحظة، أنت قلت توب ولا ستوب؟ ستوب توب. قلت ستوب. أوكي طيب، عظيم. يلا الياس سؤالك في الجغرافيا يقول يا ألوس الجغرافيا. والله أسئلة الجغرافيا يعني حلوة وما حلوة، ولكن سؤالك سهل اليوم. جاهز؟ الجغرافيا مو زين بس بالعراق. يلا جاهز؟ جاهز. السؤال يقول في أي دول شمال إفريقيا يقع الجبل الأخضر؟ هذا الجبل جبل يعني فظيع بهذه المنطقة. هذا تخبى في عمر المختار في ليبيا. عملك شمال إفريقيا بتقلي نيجيريا؟ الله يسامحك الله يسامحك. الخزنة دائما مستمر معكم مستمعينا بالفوز بالدولارات والمعلومات والثقافة، البرنامج الثقافي على الإذاعة الأولى. مننتقل لوردة الحب، نقول مساء الخير. كيفك يا وردة الحب؟ مساء الورد على جورج غرام. أهلا وسهلا بأحلى وردة الحب. جاهزة يا غالية؟ الحمد لله جاهزة. يلا حسامو إن شاء الله. وهسه الخزنة بيها كترلا يا هون شوي، كترلا يا هون 200 دولار. نعم أحسن من 100 دولار. يلا وردة الحب ستوب من عندك. يلا سرعة بديهة. سرعة بديهة. خسرنا. أيامك ظريفة حلوة كتير. يلا أوكي، ما عندي لا ورقة ولا قلم. أي بسيطة لا. عندك عقل بس. جاهزة؟ يلا أوكي. سؤالي لألك يقول جاهزة؟ إن شاء الله. يلا أوكي، كم عدد حروف كلمة استنباط؟ يلا هاتي نشوف، عديلنا يا هون. كم عدد حروف كلمة استنباط؟ سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. أكديلي سبعة. أكديلي استنباط طاق آخر شيء. سبعة. يلا بيحة أوكي مبروك. يلا سؤال الأول، يلا الثاني، يلا حسامو إن شاء الله. تاريخ. الله بده يخسرك ما في كلام. ما في التاريخ. يلا أوكي يلا جاهزة؟ إن شاء الله. يلا سؤالي لألك يقول يا وردة الحب،
عن أي دولة أوروبية استقلت الأردن عام 1946؟ الأردن؟ أيوة. عن أي دولة أوروبية استقلت؟ عن إيطاليا. عن إيطاليا. الجواب غلط، هي بريطانيا. عرضك يا وردة الحب، باي باي. ومننتقل كمان لاتصال جديد معي محمد ابن الموصل. مرحبا يا أبو حميد، كيفك حمودة؟ الوريد والجمال. يا هلا يا هلا. أحلى أحلى سادة. يا هلا يا هلا بحمودة، يسعد لي هالمسا الجميل. جاهز يا حمودة؟ أوقاتك وصار هلا فينا نقول بلشنا. يلا حسام بلش من عندك. خزنة بيها يلا 300 دولار. يعني هلا لانه دعمك شوي اعطيته 300 دولار. ماشي الحال، يلا قول ستوب. ايوه حلوه. معلومات عامه. معلومات عامه. جاهز؟ جاهز. يلا سؤالي لك يقول يلا. سهل. ما بعرف اذا سهل، انت وثقافتك، انت ومعلوماتك. ما بعرف اسمه. معلومات عامة. اوكي اوكي يلا. كم عدد الوان علم دولة الكويت؟ عد الاضلاع. 4 أو 3. شو عم تحذرني ولا عم جاوب ولا شو عم شو الترتيب؟ بتقول 4 ولا 3؟ جواب نهائي شو؟ يلا أربعة. أربعة صح، برافو عليك. يلا سؤال ثاني. يلا حسام أعطيني سرعة بديهة. أعطيني سرعة بديهة. يلا قول. لا حسام لا. فنون. الله حظك حلو. من عند حسام. يلا لا ما بنعرف شو الغني. لا تتشرط لا تتشرط. أوكي يلا يلا. سؤالك الثاني أغنية مقلوبة، بدك تقلي شو اسم هالأغنية. يلا حزام. يلا شو هي؟ لتامر حسني. تامر سمعان فيه. لتامر في مطرب مصري اسمه تامر حسني. شو؟ يلا محمد شو؟ شو حمد؟ هارتلك. يلا على كل حال انت اخترت حسام وحسام اختار لك هاي الغنية. شايف قديش بيحبكم حسام؟ طيب اوكي على كل حال عيش بشوقك هي لتامر حسني الاغنية. على كل حال كمان عم تخسروا دولارات كتير الى الان، خسرانين 100 300 600 دولار امريكي. يلا يا حسام، وكمان ذكرنا بسؤال الحلقة لو سمحت لحتى نقدر ناخد الاسماس اللي رح تربح 10,000 دينار عراقي مباشرة على الموبايل. هذا طبعا غير الخزنات اللي رح تربحوها. ما تنسوا بعتوا قد ما بدكم على تطبيق راديو الغد، قد ما بدكم بعتوا رسائل حتى يدخل اسمكم بالقرعة، وكل ما كترتوا رسائل كل ما بتزيد فرصكم بالقرعة، وفيكم تبعتوا قد ما بدكم كمان عن طريق الاسماس على 0772-882-3838. أكيد مستمعينا متابعين معكم بأجواءنا الحماسية، نار كتير اليوم. ناخد اتصال جديد معي تغريدو. هاي تغريد. مساء الورد والسعادة عليك. شو أخبارك يا تغريد؟ إن شاء الله تمام، أمورك ميحة؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا يا أحلى تغريد. تحياتي إلك والحسام. يا أهلا يا تغريدو. تغريد غردينا لنشوف بالخزنة. غرد حسام. وهسا الخزنة بيها 100 دولار. 100 دولار حلوين يا تغريد. قولي ستوب. إن شاء الله. علوم. علوم. كيف دقات قلبك بالعلوم؟ لا دقات قلبي جامدة. يا ويلي أنا. أوكي طيب يلا سؤالك يقول يا تغريد، إلى أي نوع، انتبهي على سؤالي كتير منيح. أوكي يلا شو تغريد معي أنت ولا بح؟ ماشي يلا. أوكي إلى أي نوع من الحيوانات البرمائية ينتمي السهم السام؟ إلى أي نوع من الأنواع الحيوانات البرية ينتمي السهم السام؟ هذا لو لمسك بعيد الشر يعني عنك بتوقف نبضك بأقل من دقيقة.
هو شو هو؟ أسماك؟ ليش في أسماك برمائية؟ الله يسامحك ها؟ هو الضفدع يا تغريد. هارتك باي باي. يلا يا أصدقائي أكيد متابعين معكم بأجوان الحماسية النار 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 أكيد قلبي والع نار. حطنا حكيم الله يوفقك حطنا ماشي بس مو مقلوب ها لي طلب خاص. أوكي من تغريد ننتقل إلى محمد. مرحبا حمودة كيفك؟ أهلا السلام عليكم. وعليك السلام شو الأخبار محمد؟ تمام والله الحمد لله وخير. أنت شلون؟ كيف أخبار معلوماتك؟ تمام ولا نص نص؟ والله نص نص. لا 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 بدك تدعم لي يا لا لا محمد الله يوفقك حمس لي يا بشي خزنة هيك تقيلة قول يا رب. يلا وهسه الخزنة بها. ايوه سمعني. ألف دولار. ايوه هي صار معك ألف دولار. اوكي يلا حلو. هلا سلمتك انا بايدك ألف دولار ماشي. هدول ألف دولار رح اخذهم منك بلحظة واحدة يعني بس اللي دت له سهله. بدك اسئله سهله واعطيك ألف دولار؟ لا شو رايك كمان اعطيك شيء قصط مثلا بسياره او يلا محمد ونستوب. اوكي جغرافيا. اوكي طيب يلا سؤالك بالجغرافيا يقول يا ابو حميد جاهز؟ يلا يلا اوكي سؤالي لك يقول تقع جزيرة بروسيدا في أحد الخلجان الإيطالية فما هو؟ شو اسمه هذا الخليج؟ معروف جدا جدا جدا. يلا أولى نشوف. واسم هذا الخليج على اسم مدينة مشهورة بإيطاليا. يلا حرام على فكرة قربت كتير بس هو خليج نابولي. هارد لك يا حمودة راحت الألف دولار. هلا إن شاء الله ما نسمع كل الغنية بقى. أنا ما عاد فيني عم يعني الدنيا شوب وحاطين الاي سي على 16 يعني حاجة وزيادة يا جماعة. أوكي رح نروح أنا وياكم كمان لاتصال جديد معي حسين. ها يا حسين شو أخبارك يا حسين؟ مساء الخير يا حسين شو أخبارك؟ والله بالشوب بالطابق الثاني مشتعل لها صافي. الله يعني بداية الغنية بداية الغنية النار. يلا ايه النار النار النار. ايوه يلا يا حسون سمعنا حسام ايش معه. يلا جورج جورج ربحني $1000 ما اشتركني على الثاني. 100 دولار عطاك 100 عطاك الالف بس ناقصه صفر. يلا حسين والستوب. لا علوم علوم ألوم. جاهز؟ الله كريم. يلا أوكي سؤالك سهل على فكرة ها؟ لا تقلي سؤالك سهل يعني نعم. أنا إذا بسأله يمكن لأي حدا راح يجاوبني عليه فورا. يلا. يلا اسمع سؤال يقول نعم. كم عدد أسنان الإنسان البالغ يا حسين؟ 32 ولا 28؟ لا مع الأسنان العقل 32 مع أسنان العقل 32. أنت عطيتني إجابة سريعة وحلوة وخاطفة ومهمة وبرافو عليك. 32 عديتهم على السريع شكلك مو هرر لك شي سن عندك ولا لا؟ هي أسنان العقل عم شو أسنان العقل عم تعدن أنت حاطط أصبعتك بتمك عم تعدن صح؟ أوكي لا 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 كان عندي 31 المفروض كان 32. أوكي يلا تاريخ تاريخ. ايوه يلا سؤالك كمان لذيذ وظريف ومن عالم وناس جاهز ان شاء الله. يلا اوكي سؤالي لك يقول فكر ولا تجاوبني ها انتبه فكر لا تجاوبني لا تفكر يمروا 15 ثانيه اوكي. سؤالي لك يقول من هو قائد جيش المسلمين في معركه الزميل ضد الفرس عام 12 هجريه؟ تذكر ب 12 هجريه مين كان مستلم ومين كان موجود؟ زميل؟ ايوه ضد الفرس 12 هجري ابن الوليد خالد ابن الوليد على ايام ابو بكر الصديق لما قال انه لم تلد امرأة مثل خالد صح برافو عليك. يلا سؤالك الثاني صح تمام؟ اوكي سؤالك الثالث اخ يا قلبي نعم هلا اخذ البرنامج الستوب تبعك بتاريخ. يلا اوكي سرعة بديهة جاهز؟ لا انت مانك شاطر بجداول الضرب؟ لا والله نهائيا مانك شاطر بجداول الضرب. طيب قلت لك انا الكمال جداول الضرب معرفه
الو عم فكر انا. طيب شو بدي اقول لك؟ طيب اوكي والله هو بدي اقول لك واحد طيب بدي اقول لك انت هدول الشغلات بتعرفهم ولا لا؟ يعني جمع بتعرف ولا لا؟ لا والله جمع جمع رياضيات ابتعد عنا. عن جد عم تحكي؟ والله عن جد. طيب شو بدنا نسألك هيك بدنا نصير صعب لك السؤال الثاني يعني والله ما عرف والله ما عرف بغطي السؤال يكون ما يعني ما طيب هات لشوف يلا غيرنا السؤال حسام يلا قول ستوب يلا اختيار ثاني خمسة يلا معلومات عامة معلومات عامة يلا هات لنشوف بس نعم. ليك اذا طلع لك هلا سرعة بديها ما فيني غير لك يا اذا طلع لك بعد هذا السؤال اذا قدرت تجاوب يعني اوكي اوكي يلا لنشوف سرعة معلومات عامة طلع لك اوكي نعم طيب سؤالي لك يقول يا صديقي ما هي اللغة لا تجاوبني لحتى يمر الوقت اوكي لا تتسرع انت بتسرع لانك بعرفك نعم ما هي اللغة الرسمية في دولة كازاخستان بجانب الكازاخية الروسية اي نعم شو هالمعلومات يا حسين برافو عليك شوف حسين صار معك 25 دولار نعم ماشي انا رح اعمل لك اياهم 50 دولار وقال لك انسحب شو رأيك لا والله اكمل رح اعمل لك اياهم 50 دولار وقال لك انسحب لا 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 انا عنيد انا عنيد بركي خسرت كل شيء بتخسر كل شيء حسين بتخسر كل شيء هلأ ها ما يفعلك ما يفعلك خسارتنا مكسبنا هو أن تواصلنا معك حاجة بقى حاجة بقى طيب السؤال الأخير أنا رح أعطيك فيه احتمالات شو رأيك؟ نعم شو ما طلع السؤال وأي فقرة رح أعطيك فيه احتمالات ماشي الحال؟ نعم نعم لحتى تقولوا أنه جورج أوكي أوكي أنه جورج منيح ارضوا علي حبوني أكثر من حسام لا لا شو يا يلا أوكي يلا أوكي روح قول يا رب نعم فنون آها وقعت ولا الهوى رماك؟ الله يستر الله يستر وقعت ولا الهوى رماك؟ والله وقعت وقعتك وقعتك مو منيحة بنوب يلا اوكي يلا اوكي اوكي من عندي او من عند حسام السؤال اول شيء الو من عندي او من عند حسام هو ايش بتاع فنون غير؟ ايه فنون لا من عندك طبعا بس مش شيء بس انا ما بحزر لك شو رح يطلع لك ما بعرف بجوز يطلع لك روايات لا لا عادي منك بجوز يطلع لك بالأغاني أصلا صفر أنا بالأغاني صفر جورج بالأغاني صفر طيب بدي أسألك عن مجموعة قصصية تمام مجموعة قصصية أوكي نعم بدي أسألك عن مجموعة قصصية مين كاتبة ماشي نعم. ماشي أوكي أرض البرتقال الحزين أرض البرتقال الحزين هي مجموعة نعم. قصصية لكاتب فلسطيني راحل فمن هو؟ رح أعطيك ثلاث احتمالات هل هو غسان كنفاني أم هو محمود درويش أم هو حنظلة يلا لا أول واحد غسان كنفاني أو محمود درويش أو حنظلة انتبه ركز غسان ركز غسان يا الله منك يا الله منك شو عنيد لك انت انسان عنيد جدا على فكرة ايش عمل انت انسان عنيد طيب ما فكرت بحنظلة بحنظلة ما اعرفه والله ما سمعت بينه ما بتسمع بناجي العلي ناجي العلي اي نعم بس حنظلة ما عرفه ناجي العلي هو رسم شخصية حنظلة اللي هي معروفة بحطوها بكل الكاريكاتيرات لداير ظهره لعنا ومحمود درويش يا صديقي ليش استبعدته شاعر وإذا شاعر شو ما بيكتب قصص يعني الشاعر لا 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 أنا عارف بس حنظلة بس وقت ناجي علي كنت أقلب 100% أحسنت غسان كنفاني بتربح معنا الخزنة يا حسين واخيرا برافو كمان كمان بدنا زعفه زعفه من عندك حسام كمان حسين بتستاهل حسين بتستاهل ال100 دولار بتستاهل يا حسين 100 دولار صرنا زمان ما سمعنا حدا ربح الخزنه واخيرا حسين كسر الخزنه وربح ال100 دولار مبروك يا حسين
الله يحفظك الله يحفظك. مبروك يا حسين، برافو 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 برافو، بحييك يا حسين. واول رابح معنا يمكن من وقت رمضان ربح الخزنة، برافو عليك. اوكي مستمعينا، متابعين معكم اجواءنا الحماسية، اجواءنا الرهيبة جدا، واكيد انا ناطر كمان عم يوصلني رسائل عبر تطبيق راديو الغد الجديد. فيكن تبعتوا قد ما بدكم رسائل وجاوبوا على السؤال، بس بعتولي اسمكن الثلاثي وكلمة الخزنة والجواب الصحيح. شو هو أكثر الكواكب حرارة في المجموعة الشمسية؟ أكيد جاوبوا قد ما بدكن، لأنه كل ما زدتوا اسمكن بأكثر كل ما بيزيد فرصكم بالربح أكثر. ناخذ اتصال جديد معي، عبودة عبد الله العراقي. مرحبا يا عبد الله، كيفك؟ اهلا يا عبوده، اشتقنا لك، شو الاخبار؟ والله انا مشتاقلكم لك حبيبه لحبيبنا. شو الاخبار يا عبوده؟ تمام الحمد لله، شلونكم اخباركم؟ يلا عبد الله بنسمع دافي معك بالخزنه. وهسه الخزنه بيها 200 دولار. يلا عبد الله ونستوب. جغرافيا جغرافيا. عبد الله هنطلع للجغرافيا. شو شاي والله، شو بدنا نعمل؟ هيك حظك، هيك حظك. يلا غير جغرافيا يا حلو، غير لك سؤال كيفك تسجر؟ لا انت بكيفك، غير لك سؤال. يلا غير، انا بديك تكون مرتاح. نغير سؤال. يلا هات لشوف، عطينا غيره. انت تختار، انت اختار. يلا روح، ايامك يا عمي. بكيفك تسجر؟ شو بكيفك؟ بكيفك عبودة حبيبي، ما معي كتير وقت انا. يلا يا روحي قلي شو اسألك، شو شعبالك قلي. معلومات عامة. معلومات عامة، يلا تكرم شواربك. يلا جاهز؟ جاهز. سؤالي لألك يقول يا عبد الله، وين قاعد انت؟ شو اصواتي اللي عم تطلع جنبك؟ والله قاعد بالدكان عالشارع. يلا اوكي، فوت شوي لجوا، فوت شوي لجوا. يلا فوت، عاوزك كلمتين فوت. يلا اوكي يلا سؤال. يلا عبد الله، سؤالي لك يقول كم عدد الوان علم دولة سويسرا؟ كم لون في علم دولة سويسرا؟ هات لنشوف. يلا ثلاثة. افتيلي. ثلاثة. اكيد لا، هو اثنين. هارت لك يا عبد الله، باي باي. احمر وابيض. يلا كمان في معنا اتصال جديد، بناخد إيهابو. هاي يا إيهاب، كيفك؟ شو الأخبار؟ هلو مساء الخير جار. هلا إيهابو، أهلا وسهلا، بعد زمان يا إيهاب، أهلا وسهلا فيك. يلا يا إيهاب جاهز؟ إن شاء الله جاهز. انطلق نحو الخزنة. يلا. وهسه الخزنة بيها 100 دولار. 100 دولار. يلا يلا علوم. علوم. شو ما كمان؟ ما بحب العلوم. ما بتحب العلوم؟ هلا كل واحد صار بده يغير. والله من ورا راسك يا حسين، والله من ورا راسك يا حسين. يلا هات لشوف ليك بلد ولاب، عطيني نشوف. شو حابب تنسأل؟ والله أتمنى رياضة. طيب تكرم شوار بك. رياضة. رياضة. أوكي، هي وقف لك الدولاب على الرياضة. يلا أوكي، قول لنشوف يا صديقي، بدك رياضة عالمية، رياضة عربية، شو بدك قلي؟ يعني عالمية. عالمية. بشو شاطر أكتر شيء؟ أنا مدريدي كرة قدم. مدريدي، بس ما رح أسألك مع ريال مدريد، أوكي؟ عادي ما فيها، يكون سؤال سهل. ما بعرف إذا سؤال سهل بالنسبة لك، أنا بالنسبة لي سهل، بس أنت ما بعرف شو. يلا أوكي. سؤالي لك يقول، من هو الهداف التاريخي لنادي تشيلسي الإنجليزي حتى عام 2020؟ تشيلسي سجل 211 هدف حتى عام 2014، هو خلص 2014 يعني. هو لامبارد. مين؟ لامبارد. لامبارد صح، برافو عليك. يلا إيهاب ونستوب، ما عاد غيرها. علوم. يا
يعني اروح وارجع العلوم. والله ما نقدر نغير هلا خلاص ابدا. بس والله ليك يعني اسئله العلوم ما كتير صعبه ها يعني عم تلاحظ انت؟ ما عندي معلومات بالعلوم جورج. والله شوف يعني هلا انت ما انك دارس تاريخ؟ ما لا دارس دارس. لا اي صف دارس؟ انا ثالث متوسط. طيب اوكي يعني اكيد مارق عليك هذا السؤال اكيد يعني اكيد طبعا. يلا سؤالي لك يقول طيب طول بالك ما حكينا السؤال نحن رح تتقلي ما بعرف طول بالك. سؤالك يقول من هو العالم العباسي مؤلف كتاب القانون في الطب معروف جدا؟ انتبه العباسي مين عاش علماء بالعصر العباسي وحكوا عن قانون الطب ومين كانوا في معدودين على الأصابع؟ الحسن بن الهيثم بن النفيس. لا حرام 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 هو ابن سينا يا ايهاب. هارتك باي باي. على كل حال بنروح انا وياكم لاتصال جديد بنقول مرحبا لام مرح. كيفك يا ام مرح؟ يسعد لي مساكي. شو الاخبار يا ام مرح؟ ان شاء الله تمام الحمد لله بخير وعافيه الله يسلمك. اهلا يا ام مرح. يلا ام مرح سمعنا ضيفي معه كترنا يا هون لام مرح كترنا يا هون. ايوه 300 500 قد ايه؟ بخيل بخيل. يلا ام مرح قولي ستوب ان شاء الله. يلا سرعة بديهة. ايوه سرعة بديهة جاهزة ان شاء الله. اوكي بتحبي غير لك اياها بما انه عم غير اليوم للكل البضاعة التي تباع لا تبدل ولا تسترجع؟ شو بدك قليلي؟ انا خاف منك يكون تطلع لرياضيات لان انا والرياضيات ما اصحاب. طيب شو بدك قليلي؟ يلا تكرم عيالك معلومات عامة. طيب لا طيب شوفي انت تشتغلي شيء على الكمبيوتر؟ ما كثير لانه انا بدي اسالك سؤال مو برياضيات بس شيء له علاقه بال يعني بال بالهي بالقصه. على الحاسبه. على الحاسبه ما اشتغل عليها. ما كثير تشتغلي عليها. طيب اوكي شو قلت لي شو بدك؟ معلومات عامه. لك تكرم عيونك ام مرح. شو كم ام مرح عنا نحن؟ وحده ما عنا غيرها. يلا ام مرح سؤالي لك يقول في المعلومات العامه يا غاليه يلا. السؤال يقول ما هو نظام الحكم في نيوزيلندا؟ يلا قولي لنشوف. نيوزيلندا نظام الحكم مالته برلماني. نو هو ملكي يا ام رح. هارد لك لأن نيوزيلندا تابعة لبريطانيا العظمى وأكيد كمان أستراليا تابعة لبريطانيا. من ناخد كمان اتصال جديد معي عبد السلام. مرحبا يا عبودة كيفك؟ كيفك يا جورج؟ يا أهلا وسهلا فيك يسعد لوقتك. لا خلينا على جورج بلا أستاذ جورج. شو أخبارك؟ شو بخير؟ لك الآسي لك فديتك فدي. لا بعيد الشر عنك هي تشكل آسي واحدة بتقول له هلأ لجوزة أو عاد يربال. يلا عبد السلام يلا بنكترها شوي يلا بنبحبحها شوي. 300 دولار. يلا عبد السلام ونستوب. انت تختار انت اختار يا عبودة. يلا شو حابب تنسأل؟ الو يلا عبد السلام شو حابب تنسأل؟ عم طلع لك انت تختار. شو شو هاد شو هي؟ كرة قدم. رياضة يعني تكرم عيونك. طب انا ما بدي موجع بالي اسألك كرة قدم اسألك مثلا بالكريكت. شو رأيك؟ انا رافائيل نادال مو ربع. طيب لا طيب يلا اوكي سؤالي لك يقول يا صديقي بتتابع دوري ابطال اوروبا؟ طول بالك بتتابع دوري ابطال اوروبا؟ كل الدوريات عندك. دوري ابطال اوروبا بتتابع؟ ايه بتتابع. يلا اوكي سؤالي لك فكر فيه منيح قبل ما تعطيني الجواب تمام؟ يلا تمام. كم مرة حصل نادي جوفانتوس الايطالي على دوري ابطال اوروبا حتى عام 2021؟ مرتين يا حبي مرتين. اللي ايمت وعلى مين ربح؟ اول مرة على مين ربح؟ ما اعرف والله هاي المعلومات ما اعرف. اعرف مرتين. اول مرة ربح على ليفربول، ثاني مرة ربح على أجاكس أمستردام. برافو عليك. يلا أول سؤال صح. سؤالك الثاني أصعب سؤال. السؤال صعب صعب. يلا قول ستوب. حيو تاريخ حيو. أوكي عظيم. يلا سؤالي لك يقول جاهز؟ جاهز. تاريخ بدك يا عربي ولا أجنبي؟
عربي اجنبي انجليزي يوناني. اوهو شو هاد شو هاد. يلا اوكي سؤالي لك يقول يلا. استقلت سلطنة عمان عن احدى لا. الدول الاوروبية عام 1650 فما هي؟ عمان عن مين استقلت؟ نعم فرنسا. فرنسا. عمان استقلت عن مين؟ عيد. ايطاليا. بريطانيا. بأيان دولة واحدة بس بأيان دولة هي البرتغال. هاردلك يا صديقي. عمان استقلت عن البرتغال عام 1650. ومن عبد السلام ننتقل إلى آية. منقول مساء الخير لآية. ألو 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 يا آية. مرحبا شو أخبارك يا آية؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ يا مرحبا أهلا وسهلا بأحلى آية. آية جاهزة يا آية؟ أنا كردية. والنعم منك. والنعم منك يا آية. يلا يا آية نسمع. نعم. أول شيء في معك بالخزنة بعدين نتفاهم على الموضوع الثاني. نعم. بيها 100 دولار. يلا يا آية قولي ستوب. طولي بالك ليبرم الدولاب. يلا قولي ستوب. انت تختار. انت اختاري سؤالك يا آية. بأي فئة؟ في فنون، في معلومات عامة، في علوم، في تاريخ، في جغرافيا، في رياضة، في سرعة يعني بديهة. أنا ولا قراءة ما عندي، بس أعرف يعني شوية ديني. يعني أنا مو بالمدرسة ما أعرف. طيب أوكي هلا أنا فيني ساعدك بالسؤال الأول، بس السؤال الثاني ما فيني ساعدك فيه، لذلك بدك تقليلي أنت. ولا قراءة ما عندي. أنا هم كردي ما أعرف عربي يعني بحيل. طيب قليلي يعني أنت شو شاطرة أكتر شيء؟ يعني بشو بتهتمي أكتر شيء أنت؟ قليلي أمطيني اختيارات أنا وحظي أتجاوب. لا ما في اختيارات، هذا البرنامج ما في اختيارات. أنا ممكن أعطيكي بسؤال اختيارات، بس السؤال الثاني ما بقدر أعطيك اختيارات. نعم يعني بساعدك بسؤال، بس السؤال الثاني ما فيني ساعدك فيه. إيه شو؟ قليلي أنت قرري. إيه هي هي طلع لك أنت. إيه؟ أنت اختاري تمام؟ إيه السؤال الأول. إيه شو؟ بأي فئة أسألك؟ ليلي آية بأي فئة؟ لا. يعني أنت أنو شو أكتر شيء بتحبي؟ بتحبي الفن؟ بتحبي الشعر؟ يعني شوي أعرف بالدين. بالدين؟ يعني ما في عندي. إيه؟ دين ما في عندي فئة اسمها ديني. إيه إيه شو؟ لا تاريخ. طيب أسألك سؤال بالتاريخ. إيه طيب يلا أوكي سؤال في التاريخ. يلا يلا سؤالك في التاريخ. رح نسألك سؤال. طيب سؤال يقول يا صديقتي جاهزة؟ ايه طيب شو اسم الدولة، ما هي الدولة العربية ماشي التي حكمها الرئيس الحبيب بورقيبة؟ هل هي الجزائر ام تونس ام المغرب؟ تونس او الجزائر او المغرب انو بدك؟ الجزائر. الحبيب بورقيبة شو حكم؟ مغرب. مغرب. سألتيني هون ثلاثة، يعطيني جواب نهائي. مغرب. تونس أو الجزائر أو المغرب؟ تونس. الحبيب تونس. برافو برافو سؤالك صح. يلا يلا السؤال الثاني. أنا ما فيني أعطيك هلا خيارات، هي أعطتك خيارات أول شيء ماشي؟ بس ايه لأنه هلا والله العظيم بيجوا المستمعين بيعملوا لي قتلة بنص الاستوديو. والله أنت عيوني والله أنا مشتاق أحب أصواتكم على متاي. أنا يعني أحاولوا أتصل. يلا محظوظين اليوم سمعنا صوتك. أنا أحاول. محظوظين سمعنا صوتك اليوم يا آية. يلا والله أنت يلا قولي ستوب. يلا جغرافيا. جغرافيا يلا بدك تعرفي لي هي الشغلة أين تقع أوكي؟ نعم. يلا دولة بدك تعرفي لي مدينة بأي دولة بتقع أوكي؟ نعم. يلا في أي دولة أوروبية يا آية؟ في أي دولة أوروبية يا آية تقع مدينة اسمها نانسي؟ يلا من الاسم لازم تعرفي. فرنسا. إيطاليا. فرنسا. لا هلا أنت شو عم بدك تعدي لي أوروبا كلها هلا أنت هيك؟ أعطيني نعم. جواب. يلا بأي دولة؟ الدولة العربية. دولة أوروبية وليس عربية. ما في دولة عربية اسمها أوروبية. عندهم اسمها نانسي. أمريكا. أمريكا فرنسا. ما دخلها بأوروبا. نعم. شو آية؟ نعم. أعطيني جواب نهائي. يلا شو بأي دولة أوروبية تقع مدينة نانسي؟ خلي إيطاليا. لا هي بفرنسا. هارد لك يا آية. باي باي آية. انت كتير مهضومة بتجنني. عندك خفة دم بتجنن.
يلا مستمعينا متابعين معكم بأجوانا الحماسية والقوية كتير اليوم في معنا اتصال جديد. بدي أقول مرحبا لا سيف. مرحبا يا سيف، كيفك؟ مساء الخير جون. مساء ياسمين، أهلا يا سيف، أهلا وسهلا فيك. جاهز يا سيف؟ سهل ويا المتسابقين. شفت؟ برافو عليك، شفت ما أحلاك؟ والله وهيك وما حدا عم يربح، شو أعمل طيب أنا؟ اقتل بحالي، والله ما بعرف شو بدي إلك. يلا جاهز يا سيف؟ جاهز؟ جاهز. انطلق. وهسه الخزنة بيها 400 دولار. يلا يا سيف ونستوب. طبعا ممتازين. يلا سيف. فنون. فنون من عندي او من عند حسام يا سيف؟ اذا من عندك اغاني عادي. لا ما في شيء اسمه اغاني عادي، ما في عندي اغاني اليوم، عندي يعني روائيين، روايات، فلاسفة، قصص، هيك شغلات. شو بدك تقول لي؟ لا ما عندي، خلينا حسام. خلينا عند حسام. يلا اوكي، يلا هات لنشوف يا حسام اليوم مين رح تحط لنا. لا بشوي حط لنا تامر حسني اغنية شو اسمها غنية، والله ما اتذكر، عايش بشوقك. يلا الغنية الثانية لنسمع لمين، تفضل حسام. الاغنيه لابو وديع جور رسوف سلطان الطرب. شو كلام؟ كلام الناس. كلام الناس او 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 شو او. يلا يا سيف. يلا سيف، 5 4 3 2 1. ما في اجابه، روح حسام. يلا كمان في معنا اتصال جديد معي ابو عبيدة. مرحبا يا ابو عبيدة، كيفك؟ شو الاخبار؟ السلام عليكم. وعليك السلام يا ابو عبيدة، اهلا وسهلا فيك، تحية لك يا ابو عبيدة. جاهز؟ ممكن اشارك؟ يا اكيد طبعا، انت متصل لتشارك يا ابو عبيدة، ما عم تطلع معي. يلا ابو عبيدة يلا بنسمع ده في معك اخر خزنة. يلا وهسه الخزنة بيها ايوه حسامه. يلا 100 دولار. ابو عبيدة قول ستوب. علوم. علوم. شاطر بالعلوم؟ لا والله. طيب بشو شاطر؟ يلا انت اخر اتصال قول. نعم ما عم بسمع. معلومات عامة، تكرم عيونك. يلا سؤالي لألك يا ابو عبيدة. اوكي ابو عبيدة. نعم نعم. جاهز؟ نعم. يلا ابو عبيدة سؤالي لألك يقول، ما هو اسم الدول المصدرة للبترول؟ شو اسمون؟ لا 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 لا، هو الأوبك يا صديقي. هارد لك. لا لا أسهل من هيك سؤال ما في. يلا مستمعينا متابعين معكم، يلا لنشوف مين رح يربح معنا بالقرعة لليوم، وسؤال الحلقة رح نعرضه لآخر مرة مع حسام لبين ما أعمل القرعة. وجاهز عندك؟ أعطيني اللابتوب لألك لنشوف هات شو رح يعطينا الكمبيوتر. يلا. ما هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية حرارة؟ اليوم كسرت الخزنة وحسين ربح الخزنة، اليوم ربح 100 دولار. إن شاء الله ألف مبروك لحسين، بس أنا كان بتمنى أكثر من حدا اليوم يربح. الفائز معنا اليوم برصيد بقيمة 10,000 دينار عراقي هو أحمد ضياء هاشم. أحمد ضياء هاشم، مبروك يا أبو حميد، إن شاء الله هيك تصرفهم بالهنا. والجواب هو كوكب الزهرة. هارت لك للجميع إنه مربحوا معنا، بس معلش 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 إنه مربحتوا معنا الأيام قادمة والحلقة القادمة قادمة، وما تنسوا إنكم دائما رابحين رابحين مع راديو الغد. شكرا لحسام رفعنا بها الإخراج، وهذه تحية مني أنا جورج غرام، ألتقيكم في الحلقة القادمة في الخزنة يوم الثلاثاء المقبل في حلقة الاتصالات الجديدة. ما تنسوا اوكي، كونوا بخير، الى اللقاء. الخزنة مسابقة للعباقرة فقط. للعباقرة فقط. مستمعينا محلاكم بالموصل كل العراق كل العالم بكل مكان.
باقي نحن دوم معاكم، راضي الغد وياكم.